صافي ما أحلى ما أحلى نور اشرق وحياة نور وحياة بسم الله الرحمن الرحيم. بني لو أردت أن تبحث في القرآن الكريم عن صفات نبيك المصطفى، عن شمائله، عن ذكر الله تعالى له، لوجدت شيئا وفيرا كثيرا عظيما. لا أقول لك ابحث كم مرة ذكر الله تعالى فقال يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ولكنني في هذه الحلقة سأقول لك اسمع كيف ذكر الله تعالى نبيه بمواطن محددة مخصصة. فعلى سبيل المثال ذكر فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك، ذكر القلب هنا. والجميل في هذا، وأنا أقف عند قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، أنني ربطت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال في الآية التي ذكرتها آنفا نزل به أي بالقرآن الروح الأمين على قلبك، إذن فقلب رسول الله أقوى من الجبل. الجبل لو نزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا، أما قلب رسول الله فهو أقوى من الجبل، فقال نزل به الروح الأمين على قلبك. وسأذكر لك أمرا آخر، ذكر الله تعالى لسان النبي عليه الصلاة والسلام فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال فإنما يسرناه بلسانك، وذكر بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وذكر وجهه فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، وذكر يده وعنقه فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وذكر ظهره وصدره فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، واشتق له من اسمه فسماه محمداً كما قال الشاعر أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، هذا نبيك يا بني اعرفه واقرأ شمائله و ادخل رياض سيرته واسمع واشرب واطرب، فإنه حبيبك المصطفى. ما أجمل ذكر الحبيب في القرآن، لقد قال الله تبارك وتعالى وهو يمدح طريقة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع، ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. بني لقد مدح الله تعالى شريعة الحبيب في القرآن فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ومدح أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكنه مدحه كهدية للعالم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن أعظم مدح وجدته في القرآن قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم صل وسلم على صاحب الخلق العظيم، هذا نبيك يا بني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبع صاف ما أحلى ما أحلى نور اشرق.